سلامك، اتفضل. سيدة مسلمة أرضعت طفلا نصرانيا، والطفل أصبح شاب وقدم لها عمرة، هل مال العمرة اللي الطفل النصراني الست المسلمة التي أرضعت يعني نصرانيا؟ عموما وسع الأسئلة شوية لا تضيق، هل يجوز لمسلم أن يقبل هدية مالية من كافر؟ نعم، يجوز للمسلم أن يقبل هدية من كافر. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدية من ملك أيلة بغلة، قبل الخليل قبلت سارة عليه السلام هدية من الجبار هاجر، وأهدتها لإبراهيم فكان منها إسماعيل عليه السلام. أعد المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من ماريا وأختها نسرين إلى غير ذلك. فعموما ما إذا قد يجوز للمسلم أن يقبل هدية من كافر. وجاء عربي مشرك بغنم يسوقها، فالنبي أراد أن يشتري، قال بيعا أم هدية؟ قال بل بيع يا محمد، فإذا كانت هدية ممكن تقبل. السؤال اللي سألته لحضرتك، السؤال الأول، خير الصيام.